شو قصتك ابدا؟ لك شو هالاضرابات هيدا؟ هلكتونا بالاضرابات. يا ابو عزيز نحن شو ذنبنا؟ بدك تشوف هالاساتذه شو مشكلتهم؟ ما كشفنا الاساتذه. اه روحوا شوفوا المدارس، شوفوا شو قصه المدارس. لك شو بكن ولك يا عمي عم تلعبوا فينا؟ شو مفكريننا عم تلعبوا فينا؟ ارجوك ابو عزيز بس الفاظك حافظ عليها شوي. لا بلا الفاظ بلا حافظ بلا بطيخ، شو يعني؟ يا عمي ما انا شو بدك يعني لك مدى؟ كله اضرابات اضرابات ليل نهار اضرابات، شو ما عندنا شغله وعمله غير نقعد بالبيت ونحن ونحط هالولاد ونراقبها؟ يا ابو عزيز فيك تبعتهم، نحن فاتحين فاتحين. لك شو فاتحين انتوا؟ انتوا فاتحين ونازلين فينا؟ شو فاتحين ما فاتحين؟ ما فاتحين شيء انتوا يا عمي بس شغله كل نهار تعملوا لنا اضرابات، لك اضرابات بعد في انت بالبلد ما اضربوا. استاذ ابو عزيز انت بمدرسه محترمه هون ارجوك. يا اخي هاي مدرسه ما جينا كمان شو كل مره اضرابات يعني انت بتعرف الاعصاب اللي عندنا راحت؟ بالليل من كل قاعدين عم نحضر التلفزيون بيقولوا والله بيطلع لي واحد هيك من هدول تبع المدارس غدا اضراب ما فوت لجوا قوموا يا اولاد بكره اضراب قوموا صاروا بيقعدوا بعد شوي بتلطح لي واحد تاني بيطلع غدا يوما عادي قوموا يا اولاد ناموا يلا عنهم ماضينا قوموا يا اولاد ناموا يا اولاد قايم نايم قايم نايم قايم نايم لك ما عم تخلوني نام مع اللي بجيبه على البيت لك صدقيني في عندي ابني قد هالقد قد بيقع بالليل اخر شيء من بعد بقى قايم نايم قايم نايم اللي بيا اللي شباب بيا باللي هي ارجوك استاذ ابو عزيز مش هيك اذا بتريدي شو مش هيك؟ لك ما قايم نايم قايم نايم شو بدك يا عمي؟ بدنا نضيع قايمين نايمين قايمين و بالمدارس بدنا نشوف يا اخي بدكم تعلمون لها ولا بدنا يا ابو عزيز بلا ابو عزيز بلا ابو عزيز بعدين هدول اللي يتفضلوا هاي سلسله الرتب والرواتب يتفضلوا يقروها العمل لك معطر الاستاذ معطرين هودي لك شو بياكلوا من لحم الحي يعني ياكلوا القضيه ايمن 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 ولك يقروا احسن ما تقر لي شي قر علي دخيلي بتعرفي شو والله انا بدي اسكر لك هالمدرسه وارتاح بقى سكر المدرسه واولادك يا ابو عزيز اولادي مع طليقتي هلا انا فري هلا انا يعني تحت نصيبي وانت وانا كمان تحت نصيبي قديش بتقبضوكي انت كمديرة؟ 800,000 اه لك مني 2800 دولار شو رايك؟ 2800 دولار وشو الشغل؟ الشغل انه بتقعدي معي انا وياك سوا سوا بتضلك نقيم ونايم نقيم ونايم بتجوزيني؟ بتجوزك ب 2800 دولار ما بتلحق تنام لقلك هو قومي قومي تعي وزفوا العروس زفوا على الورد مسوني هيك كاين بيريان ورح عنن ايه شو مين لا لا شو لك لك حطيها عينه لانه فشرتوا 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 رح نضل نقيم ونقيم نقيم ونقيم قومي لا فشرتوا طيب فهمنا فهمنا في مجال انا احكي كلمه يا عم شو بدك تحكي؟ إذا قريبك قاتل مرته عن سابق إصرار وتصميم يا عم فهمنا قتلها بس قتلها لأنها وحدة ش هاي خليك مؤدب خالي بشرفك رح تخرب لي بيتي اسكت أنت فيك واحد خروف لك 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 إذا بعد بتفلت بهالحكي أنا بكبك برا ولك أصلا أنا ما كنت جاي لما هيدا بيسلم إجري لعجي معه خلصيني منه ومن مشاكله لك فيه باللي جابه لك انت زدتها كتير وبعد كلمة من هالنوع رح اطلب الامن يكبوك برا خالي بشرفك هيدي جريمة شرف لا بشرفك انت بتعرف بالشرف انت روح فيك شو؟ ما رح تفهم يا حراس ولك يا عمي روح انت والحراس طولي بالك يا عمي شو؟ يعني واحد فات على اوضة نوم ولقى مرته عم مع واحد تاني شو بيعمل لها؟ بيعمل لها مهلبية؟ بيعمل لها رز بحليب؟ بيحط لها شوية بوزة؟ بيفتح لها شامبان؟ ولا بيحمل لها المنشفة؟ طبعا بده يشيل فندق اللي يا حراس تعوا طلعوا هالمجنون لبرا خليني شي طلعوا لبرا خلصينا منه والله خليكي يا عمي انا شو بدي اعمل فيه لابن اختي عندي مليون شغله ابن اختك راحت علي يا خال اذا ترجع بتعرف شو؟ شو رح اعمل بابن اختك؟ كنت رح اعطيك 10 سنين بس هلا رح تاخد مؤبد مؤبد لك كمان شو مؤبد طول بالك يا عمي شو مؤبد قتل اول مره يمكن يقتل ثاني مره بالحبس هذا دخيلي خالي سكر على الباب سكر نيعك احسن ما سكر لك نيعك قتلة خلينا شو لك غير هالحكم احسن ما بلش شو؟ ايه رح غير الحكم لانه هو بيستاهل اعدام
اعدام؟ برافو اعدام منيح، اعدام اعدام منيح. ما تبكي ما تبكي يا ابن اختي، والله عم بخدمك انا، بكره بدك تشكرني، لانه انت اول ما تفوت على الحبس دغري بدوني لانه عندك فيك انت، يعني والله ما راح يضل حدا. ولك فوتبول بده يلعبوا فيك جوا انت، ولك باسكت بده يلعبوا فيك انت، هلا بتطلع بتنشني وبتحل عن ظهري. لك غاب عني، لك زي عني فيك وبالخلقت خذوه.